مرض جديد قاتل يثير القلق بين العلماء لأنه قد يكون أكثر فتكاً من كورونا، فما تفاصيل هذا المرض الجديد وما مصدره؟ هذا ما سنوضحه لحضراتكم من خلال هذه التغطية. هي أن هناك مرض جديد غامض يحير العلماء ويمكن أن يكون أشد فتكاً من كورونا، لذلك أثار حالة كبيرة من الاستنفار في الأوساط الطبية وأطلقوا عليه اسم المرض إكس. فمنظمة الصحة العالمية تستعمل مصطلح مرض إكس كعنصر نائب لوصف مرض غير معروف للعلوم الطبية، ولكن يحتمل أن يسبب عدوى بشرية واسعة، وكعامل مرض جديد سواء كان فيروسياً أو بكتيرياً أو فطرياً أو آخر لن يكون هناك على الأرجح أي لقاحات أو القليل من العلاجات إن وجد. وكشف بالفعل خبراء الصحة العالمية عن أن مصدر هذا المرض الجديد قد يكون حيواناً برياً أو أليفاً وسوف ينتقل إلى البشر من خلال طرق مختلفة، مع العلم أن الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وكوفيد 19 كانوا تفشياً لأمراض حيوانية المنشأ، ومع ذلك هناك مصادر أخرى للأمراض والإرهاب البيولوجي يمكن أن تكون سبب في الوباء المقبل. فالإرهاب البيولوجي هو الإطلاق المتعمد للفيروسات أو البكتيريا أو المواد السمية وغيرها من العوامل الضارة الأخرى لتسبيب المرض أو الوفاة للبشر أو الحيوانات أو أيضاً النباتات. وقد أدركت بالفعل منظمة الصحة العالمية هذا المرض الجديد في قائمة الأوبئة العالمية على الرغم من الغموض الذي يحيط بهذا المرض، حيث تحتفظ المنظمة بقائمة من الأمراض ذات الأولوية التي يمكن أن تسبب الوباء القاتل التالي. ومعظم الأمراض في هذه القائمة معروفة لنا بالفعل، ومن بينها الإيبولا والسالس وزيكا، وتشمل أيضا القائمة حمى القرم وحمى لاسا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وغيرها. ولكن هناك تحذيرات من عوامل ممرضة غير معروفة حاليا يمكن أن تتسبب فيما يعرف بالمرض إكس. وقد بدأ بالفعل مجموعة من العلماء البريطانيين في تطوير لقاحات المرض تجنبا لحدوث جائحة كجائحة كورونا، كما يعمل أكثر من 200 عالم على تطوير اللقاحات لهذا المرض الجديد. أيضا التغيرات المناخية والاحتباس الحراري قد يجعل العالم عرضة لجائحة جديدة كجائحة كورونا السابقة، ودعت بالفعل منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى الاستعداد لهذا الوباء المحتمل. شددت أيضا على ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة لمواجهة أي خطر يمكن أن يهدد صحة وسلامة المواطنين أيضا. كما أيضا دشنت بريطانيا مختبرا جديدا للفيروسات، فوفقا لصحيفة الجارديان فإنه قد تم افتتاح مركز جديد لأبحاث اللقاحات في المملكة المتحدة، وسيعمل العلماء على الاستعداد لمرض إكس وهو عامل مسبب لمرض محتمل جديد قد يؤدي إلى وباء جائح. كما سيتعامل أخصائيو المركز مع الفيروسات التي تسبب أمراضا لا توجد لقاحات لها بعد أو يمكن تحسين فعالية لقاحاتها، وستخزن في المختبر فيروسات حية، وسوف يعمل أكثر من 200 عالم في هذا المختبر الجديد. وبالفعل وضعوا قائمة بفيروسات الحيوانات التي يمكن أن تنتقل إلى البشر وتنتشر بسرعة في العالم ولم يعرف بعد أي منها، ويمكن أن يؤدي إلى جائحة جديدة. لذلك في الوقت الحالي يطلق الخبراء على التهديد المحتمل مرض إكس، وذلك بالفعل وفقا لسكاي نيوز عربية. ووفقا أيضا لرئيس وكالة الأمن الصحي البريطانية، فإنه من الضروري الاستعداد لوباء جديد بسبب تغير المناخ ونمو عدد السكان في العالم. وقد دشنت بالفعل السلطات البريطانية مختبرا جديدا لدراسة الفيروسات وأيضا تطوير اللقاحات تحسبا لانتشار جائحة جديدة في المستقبل. أيضا من ناحية أخرى قال الدكتور ريتشارد هاتشيت من التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة لصحيفة بريطانية أن هذا ليس مادة خيال علمي، هذا سيناريو علينا الاستعداد له، هذا هو المرض إكس. أيضا وفقا لصحيفة ناشونال بوست، فقد قال باحث في قسم الصحة الدولية في كلية جونز بلومبرج للصحة العامة أنه ليس من المبالغة القول بأن هناك احتمالا لحدوث مرض إكس وهو قاب قوسين أو أدنى، وأن الموجة الأخيرة من حالات إنفلونزا الطيور H5N1 هي في كمبوديا هي مجرد مثال على ذلك.
قال أيضا مؤلف مقال نشر في 2021 في مجلة Infection Control and Hospital Epidemiology أنه لا يمكن أيضا تجاهل إمكانية وجود ممرض وبائي معدل هندسيا، وأن إطلاق مثل هذه العوامل الممرضة أما من خلال حوادث المختبرات أو كفعل من أعمال الإرهاب البيولوجي قد يؤدي إلى كارثة المرض إكس أيضا. وقد لوحظ أنه خطر كارثي عالمي، ويمكن أن يكون المصدر المحتمل الآخر هو فيروسات الزومبي التي حبست في التربة الصقيعية أو غيرها من المناطق الطبيعية المتجمدة لقرون عدة، ولكن تم إطلاقها بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ. وأخيرا ولمنع تفشي المرض إكس، يطالب الخبراء الطبيون في جميع أنحاء العالم بزيادة الأموال لدعم مراقبة العوامل الوبائية المحتملة والبحث عنها. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.